FM. الكلمة ليك. فيتور ستار غدا تنجم تكون انت، اذا انت موهوب وعندك ما تقول في روحك، عندك اغنيه تحب تقدمها من عشان ستاند اب سكتش ولا غيره. تكلمنا على 72 280 300 وتكون انت غدا معنا في فيتور ستار. ولليله موجود بحذنا رستم مثلوثي. مرحبا بك رستم. مرحبا في الدنيا رستم، ودونك في الراب روس. ايه روس، نسمع الاسم ربي يجيب القسم. صافا صافا رستم، امورك واضحه؟ الحمد لله الحمد لله. رستم 24 سنه، ايه، من الحمامات. حمامات، متخرج من 2013. أيه. قريت انفورماتيك. هكا انفورماتيك. أيه. رستم حتى في الراب هكا انت عاقل ولا شوي شوي؟ شوي شوي، مش يبدا بشوي بشوي. أيه. تستانس بجو لونتين. دونك قداش عندك في الاكسبيريونس نتاعك في الموسيقى في الراب؟ تو عندي قريب العامين. عامين. كيفاش بديت الحكايه؟ نورمالمون حسب ما فهمت انا كملت الدبلوم نتاعك. اي كملت. جا وقت لقيت روحك فيه عندك دبلوم وباش تستنى وباش كذا، دونك لقيت وقت باش تسمع موسيقى. كمل حكيها انت الحكايه، خاطر هذايا انا امبروفيزيت. بون، سمعنا الموسيقى جا معناها من قبل ديجا مليانه صغير. الكارير كيما نقولوا نتاع الراب بدات من نوفمبر 2014. نوفمبر نوفمبر، لكن مش نوفمبر بعد 2011. بعد 2011 لاباس. لا قهوة. هي دونك في نوفمبر بديت. كيفاش بديت؟ بديت مع جروب صحابي، معناها ديجا هما جابوا لي الفكره باش واحد معناها يدخل دومين الراب. انا ديجا مغروب من قبل، لكن ما جيت. رستم سامحني نقاطعك، معناها اي تفضل. معناها جا واحد قال لك، اش قال لك لو كان تولي رابور ولا تواتيك الحكايه وهكاك؟ التقريب مش بالضبط هكاك، باش نفسر لك انا. استني تواتيك هي كاسكيت هي. لا بالضبط، هو كيفاش معناها احنا ولات حومه مغرومين مع بعضنا وكل شيء معناها بالراب. يعرفوني مغروم ديجا قبل نسمع وكل شيء، وحتى انا نكتب معناها وحدي كما نقولوا معناها على الجو هكاك، فهمتني يا اخي. جا معناها السوجي بيناتنا هكا، كان نوليو معناها ندخلوا الدومين معناها الراب، نوليو نغنيو ونشوفوا معناها اش نجموا نعملوا. الحق نتاع ربي خممت، مش معناها ديريكت قلت اوكي هيا ما فما حتى مشكل، لا خممت، خاطر دومين كيما هذا معناها ما فماش، معناها ما فيش تقميره، يا انت عندك ما تقول في روحك يا سايب عليك. سمحني، هي تجربه باش. اي هي تجربه صحيح، لكن واحد ماذا بيه يعطي البلوس. انا نحكي على روحي من قبل ما نشد ميكرو، شديت لعبت باتيلي، تغرمت بالموسيقى وجربت بانتور. اي بار اكزومبل، حبيت هكا مره خاطرت لي باش نعمل بالي، من لقيتها ما تركبش جمله الحكايه. تجربه هي الدنيا. انت علاش قاعد تخمم؟ خممت شويه، مش معناها قعدت عام نخمم. انا ديجا معناها انا عجبتني الفكره من قبل، ديجا ما نكذبش عليك من قبل نكتب وكل شيء، لكن عمري لا غنيت معناها ولا سجلت عملت ريكوردينغ ولا حاجه. ومن بعديك معناها خذينا ماتريال وكل شيء انا واصحابي. نقدم لهم تحيه. نحييهم حتى بالاسم. مالك صاحبي، وحمدي هو معناها بدا معنا تو ما عادش لما حاله، اما ما زلت تو معايا ديجا. مالك موجود معايا. مرحبا، هو كان قبلك البارح كان موجود. موجود بحذانا. وانت اليوم رستم. بيك رستم، نحكيو من الاول على الكولتور هيب هوب، هي ثقافه كامله. بون، في تونس مازالت ما تموقعتش بالكدا، صحيح، مي كوميم خير من قبل برشا. مي برشا مش فاهمين اش معناها الكولتور هيب هوب هذيا. بالنسبه ليهم تتمثل في كاسكيت عريضه على جنب شويه، وكهو فات الحكايه، معناها في بالهم في القشور، معناها مش في اللب نتاع الحكايه كيفاش بدات وغيره. هذا سؤال الاول، معناها نحكيو على الكولتور هيب هوب. وسؤال الثاني، ومعناها اعذرني ولا خذني على قد عقلي، معناها نحن علاش كدي جون توانسه ما ناخذوش الشيء نتاعنا اللي هو نتاعنا نحن ونطوروه خير ملي ناخذوا الشيء نتاع الناس ونخدموا عليه؟ ايه، اش تقصد بالضبط؟ بمعنى اوضح، معناها علاش ما تغرمتش مثلا بالمالوف شاشية وبلغة وكذا؟ اي علاش لا، فكرة مزيانة. هو انا نفضلك ومش نفضلك، معناها علاش نحن نخزروا الحاجات اللي من برا ناخذوهم ونطوروهم ونبداو معاهم هكا، وقت اللي نحن معناها عندنا التونسي نتاعنا اللي فيه برشا ومازلنا ما نقدموا فيه برشا، علاش؟ اي صحيح. باه، باش نرجع لك السؤال الاول الساعة. لطونك شفت حل السؤال الثاني.
بس نرجع لك السؤال الاول معناها الكولتور هيب هوب اللي هي كولتور امريكان معناها صحيح في تونس بدات تنتشر بشويه بشويه. الهيب هوب ما يعنيش بالضروره تبش كيفاش تلبس معناها معناها تمشي في برشا دومينات سواء كراب سواء كبريك دانس سواء برشا مع هي كولتور كامله فهمتني. الكولتور هذه جات معناها مع ستيل معين بتاع تبش يعني مش معناها انت لابس كاسكيت نتاع هيب هوب معناها راك رابير بي معناها صحيح على حكايه نتاع الجين هيب هوب هذاك الكبير هو حسب ما شفت انا بربشت شويه يعرفني بلال ديما ندخل نشوف نسبه اللي في حبس كانت التايات نتاعهم كبار الكل فكانت هكاكا فهي تعبيرا بعد قاعده من بعد صحيح ولا اي صحيح قاعده وديجا حتى تبدلت شويه قال لزم معناها فهمتني تو ما فهمتش العكس ولا ماشيين ماشيين التايات اللي جاوا من بعد جاوا ناقصين على الاخر اي ما عندهمش برشا قماش معناها هذول اي هذايا دونك عليا بالنسبه للكولتير هيب هوب مي ديما نحكي علاش في تونس ياخذوا كان القشور ما ياخذوش اللب نتاع الثقافه قلت معناها السمع وقلت الانفورماسيون ما توصلش مليح وما يلوش مليح باش يعرف اش معناها بالضبط هيب هوب شنو هو المقصد منها بالذات هما يمشي في بالهم كانت باش لا دبش سيتا معناها حاجه من الهيب هوب هكا هو معناها هو بخل في الجينيراسيون كامله ما يدخلوش ما يقراوش ما يبربشوش كارول كينج معناها لاهين بالفيسبوك اكثر من 2% اي فهمتني. وسؤالي الثاني السؤال الثاني شبيه ما شفتش مش نحكي عليك انت اي واحد معناها شبيه معناها يتاثر معناها بمزيك معناها من البرا اول حاجه الموسيقى اذواق معناها معناها كل واحد وعنده ذوق متفاهمين معناها نحترم كل الانواع نتاع الموسيقى لا محاله فما عباد يعني تختار معناها كيما نقولوا المالوف ولا اللي هو ولا الفن الشعبي ولا الراي ولا البوب ولا اللي هو فهمتني لكن كل واحد معناها شنو وذنه معناها تعشق شنو وذنه معناها تحب تسمع فهمتني انت عندك مثلا اصحابك في الجينيراسيون نتاعك مغرمين بالمالوف مثلا لا انا لا شيء شيء ما زلت لا انا عندي باش يكون دونك فيتور ستار الجمعه الجايه استناو عنصير معاويه باش يكون في فيتور ستار يغني مالوف باهي نحكي معك رستم على الباركور نتاعك في العامين هذوما شنو قدمت للمتلقي التونسي للمستمع شنو اسمع من راس من رستم راس باهي انا ملي بديت توا بريسك عامين خرجت اربع ميكس تيبات ثلاثه سولو وواحده ديو مع صاحبي ام ال كي وانا تقريبا فما توتال فما نتاع 50 تيتر هكاكا تقريبا كلهم انجلي علاش كلهم انجلي والله مغروم انا بالراب امريكا معناها ديجا نسمع قبل الراب امريكا ما سمعتش برشا راب تونيزيان فما معناها حاجات معناها تعجبني في الراب تونيزيان عندك فكره اللي في الاتيود في المارشي التونسي معناها الانجلي ماهيش حتى لغتنا الثانيه ولا الثالثه صحيح يمكن العاشره ولا 15 اي علاش لا احنا نردوها اللغه الثالثه بعد الفرنسي فما حتى مشكل علاش مش العربي كله سبب في ثقافه باهي دونك نحن باش نسمعوا لك فريستايل باش نسمعوا لك فريستايل لايف اليوم في فيتور ستار دونك باش نحيو التابي هذا نعطيوك الموسيقى والميكرو ليك فريستايل فيرسيون راديو دونك مع رستم راس في فيتور ستار Yeah Swash Shredder H time man Yeah check it Everybody pay attention. Ayo, pay attention. Yeah. Ayo, pay attention. It ain't no fiction. I'm from the age, but never been in the picture. Yeah. I'm witching, there's hitches, damn it, how come? The way I rap shaking, the bitch, I bet you see some. You deaf it up, a kid being instead of chewing a gum. The style of mine, leave the mic and feel like I got a gun. But I don't consider you as any kind of threat, my son. Plus the way I rap's making the keel go beat, yeah. Yeah. 1, 2, 1, 2, yeah. 1, 2. Picture me in the avenue, land with no parachute. Kamikaze attitude, killing all the residue. I need the gratitude, all you comedy. You're not worth a revenue. MLs no, but I ain't never heard of ya. Now you history, like an old furniture.
I'm doing what you people just can't do. So when clowns for X for help, I ain't coming through. Yeah, ignore me or call me. Y'all beats adore me, you ain't a thing for me. That's why you can't afford me, H-Town's fine, it's New York state of mind. Claimed you a gangster, that's a funny lie, I was a crazy brother, and I'm a lady lover. You're probably sick of me, call my music, I be baby's mother, Alright, yeah. Thank you. يعطيك صحة يعطيك صحة رستم برافو دونك ان شاء الله يكونوا فاهموا حزيرو برشا انا حق طربي ما شديت كلمتين هكا وكلمة على قدو على كل سيدي مرحبا بك في كابا فيم ومرحبا بكل طاقات مبدعة وعندها ما تقول سعيد جدا اللي انت كنت موجود بحدنا اليوم كيما دونك كيما كنا نحكي وكل ما يكون عندك جديد مرحبا بك في كابا فيم دونك كنت دي فيتور ستار ليلي لا في دي كابا فيم الكلمة ليك